لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فكما تعلمين أن الولادة المبكرة هي الولادة التي تتم ما بين الأسبوع 20 والأسبوع 37 من الحمل نتيجة الانقباضات الرحمية التي تؤدي إلى فتح عنق الرحم، ويمكنك مشاهدة الفيديو السابق الذي تحدثت فيه عن أعراض الولادة المبكرة بالتفصيل. ولتجنب الولادة المبكرة يمكنك اتباع النصائح التالية: أولاً، تجنبي ممارسة الأنشطة الشاقة. من بين النصائح التي عليك الالتزام بها أثناء الحمل تخفيف عمل الأنشطة اليومية في المنزل، وتجنب حمل الأشياء الثقيلة التي تضر فقرات الظهر وتؤثر على الجنين. كل ذلك يساعد في حدوث الانقباضات الرحمية، لذلك لا بد من أخذ الحذر أثناء المشي وصعود الدرج، والابتعاد تماماً عن ارتداء الكعب العالي، وكذلك الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة وخاصة في منطقة البطن. ثانياً، تجنب المشروبات المنشطة للرحم. ينصح بالابتعاد تماماً عن تناول المشروبات الرحمية، إذ أنها تساعد على فتح الرحم وانقباضه، مثل مشروب القرفة والمرمية والزعتر والبقدونس ومغلي الكمون. ثالثاً، اعتمدي نظاماً غذائياً صحياً. لتجنب الولادة المبكرة ينصح باتباع نظام غذائي صحي ومتكامل يفيدك ويفيد طفلك في نفس الوقت، كما يساعدك على تجنب سكر الحمل مع الحرص على تناول المكملات الغذائية. رابعاً، مراقبة الوزن. من اللازم أن تحذر الحامل من السمنة المفرطة باعتبارها تؤدي إلى مرض السكري وتسمم الحمل، وكليهما يزيدان من خطر حدوث الولادة المبكرة. خامساً، متابعة الحمل مع الطبيب. لا بد من المتابعة مع الطبيب بانتظام للإطمئنان على صحتك وصحة طفلك، ومن الضروري أن يعرف الطبيب أيضاً إذا ما كنت مصابة ببعض الأمراض الأخرى كالسكري وارتفاع ضغط الدم، حيث تزيد هذه الأمراض من خطر الولادة المبكرة. إلى اللقاء.